مفيش حاجة تخلي القلب حب والأنس والرضا ويوصلك لأعلى الرتب إلا الصلاة على سيدنا النبي. اوعى تفكروا إن الحكاية لعبة. لما تلقى العملية ضاقت منك ومفيش خشوع ومفيش دموع ومفيش أوراد، ردد كثيرا على لسانك مجرى نور اسم محمد، فإن لنور اسم محمد النور يستدفع به وتتمزق منه الحجب. هذه الأيام اللي بنعيشها فيها نكد وموت ودمار وتعب وفقر وأمراض، وهذه الأنكاد التي يعيشها العالم والله ما لها دواء غير الصلاة على رسول الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقول الواحد فيهم: كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم اشتد البلاء على أمتي كيوم حنين، وقف بجلال قدره على الأرض يضربها ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فتنكشف الكرب. يا سيد الرسل الكرام تحية، يا سيد الرسل الكرام تحية من قلب عبد عاشق تواقي. لما تبارى المادحون، لما تبارى المادحون لنوري وخجلت من عجزي، وبكت عيوني قلت: يا نفس اهدئي، فالحب لا يخفى عن العشاق، إني أحب محمدا، إني أحب محمدا حبا به تطوى السماء والأرض كالأوراق. لما تبارى المادحون لنوري وخجلت من عجزي، مع السباق وبكت عيوني قلت: يا نفس اهدئي، فالحب لا يخفى عن العشاق، إني أحب محمدا، إني أحب محمدا حبا به تطوى السماء والأرض كالأوراق.
يا رسول الله، يا حبيب الله، يا ابن عبد الله، يا رحمة مهدى، يا نعمة مزدى، يا نور عرش الله، يا من عليك صلى الله، يا سيد الرسل الكرام، تحية من قلب عابد عاشق تواقي، لما تبارى المادحون لنوري، وخجلت من عجزي مع السباقي، وبكت عيوني، قلت يا نفس اهدئي، فالحب لا 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 يخفى عن العشاق، أحب محمدا، إني أحب محمدا حبا به توقف.